السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الخامس ساينس، معاكم مستر طارق مدرس أول ساينس. نبدأ مع بعض يونت 2 الترم الأول. يونت 2 بيتكلم عن الميكتشرز. في الدرس دوت عايزين نطلع منه إننا نعرف الفرق ما بين كلمة بيور، يعني إيه بيور سابستنس، يعني إيه مادة نقية، ويعني إيه ميكتشر، ويعني إيه مخاليط، إزاي بنعمل المخاليط، هاو وي كان ميك ميكتشر، إزاي ممكن أعمل المخاليط، و how we can separate mixture بعد ما عملتهم عايز افصلهم، و types of mixture ايه هي انواع المكتشر. درس سهل جدا جدا، تمام. نبدأ مع بعض. هنتكلم مع بعض عن اول حاجة الفرق ما بين كلمة pure substance و mixture. كلمة pure يعني مادة نقية تتكون من نوع واحد، يبقى لما يقولي كلمة pure اقول له ايه؟ اقول له substance that made of only one type. تانيها substance that made of only one type، مادة تتكون من نوع واحد. من ايه؟ نوع واحد. of identical particles، من جزيئات ايه؟ متشابهة. تاني مع بعض كلمة pure اقولها ازاي؟ substance that made of، مادة مصنوعة من only one type، من نوع واحد، of identical particles. خلاص ده البيور. يبقى البيور هيقول لك one type، هيقول لك ايه؟ one type. ادينا اهو بعمل لك عليها. طب عايز اكزامبل، عندي distilled water الميه النقيه، طب والشوجر، وعندي بيكنج سودا. طب سؤال، لو جالي give reason قال لك ايه؟ sugar is pure substance، ليه الشوجر بيور؟ الاجابه هقول ايه؟ substance that made of only one type، only one ايه؟ type، تكون من نوع واحد. طب الميكتشر، شيل كلمة one type، بدل كلمة one type خليها more than، بدل خليها more ايه؟ more than. خدنا بالنا؟ يبقى بدل one type هنخليها ايه؟ more than. هو ده الفرق. يبقى مع بعض الميكتشر substance that، انا عايزك تحفظ معايا ها، substance that consist of، تتكون من more than one type، اكتر من نوع، اكتر ايه؟ من نوع. طب عايز اكزامبل، عندي ميلك لبن، هتقولي لبن؟ اه اقول لك اللبن ده بيتكون من اكتر من حاجه، لان اللبن فيه مواد زي حاجات كده زي الكالسيوم، صح؟ الحاجات دي موجوده جوه اللبن، ماشي؟ فاللبن فيه كذا مواد، فيه كالسيوم وفيه بروتين، كل الحاجات دي جوه اللبن، جوه الميلك. فالميلك بيتكون من اكتر من حاجه، خلاص. طب عندي كونكريت اللي هي الخرسانه، اللي هي الرمله والاسمنت والحاجات دي كلها، وعندي توميتو سوس اللي هو ايه؟ صلصه الطماطم. ده ميكتشر. عرفنا الفرق بين البيور والميكتشر؟ البيور هيقول لك ايه؟ one type، لكن الميكتشر more than one type. نكمل؟ نكمل. خد بالك من سؤال give reason ده، بيقول لك ايه؟ both milk and concrete are considered mixture. ليه بعتبرهم ميكتشر؟ because consist of، اهو consist of more than one type، اكتر من نوع، اكتر ايه؟ من نوع، تمام؟ طب نكمل مع بعض. طب ايه هي بقى انواع الميكتشر؟ انواع الايه؟ الميكتشر. نقول كده مع بعض، ايه انواع الميكتشر؟ يا رب اجي على العمل. انواع الميكتشر، تايبس اوف ميكتشر، عندي سوليد وسوليد، زي مثلا ايه؟ زي الفروت سالاد، ماشي؟ وعندي ليكويد وليكويد، وعندي سوليد وليكويد، وعندي جازس وليكويد، وعندي جازس اند جاز. طب ناخد مع بعض اكزامبل. السوليد والسوليد زي مين كده؟ سوليد اند ايه؟ اند سوليد زي مين؟ زي الايه؟ الفروت سالاد والفيجيتابل سالاد. يبقى انا عايزك تعرف السوليد والسوليد وتاخد عليها اكزامبل. طب عايز اكزامبل على ليكويد وليكويد، زي مين ليكويد وليكويد؟ زي الاويل اند ووتر، خلاص، واويل اند فينجر اللي هو الزيت والايه والخل، اي تو ليكويد مع بعض. طب سوليد اند ليكويد، حاجة صلبة مع حاجة ايه؟ سائلة، هتقول لي مين؟ ساند اند ووتر، اي حاجتين مع بعض، وسولت اند ووتر، ماشي. طب جازس اند جازس اللي هو الغازات مع بعض، زي ايه؟ عندي الاير، الهواء ده، الهواء ده عبارة عن ايه؟ اكسجين، نيتروجين، كربون دايوكسيد، اند ووتر ايه؟ فابور، خلاص، ماشي. يجي يقول لك جيف ريزون، the air is mixture، الاير ميكتشر ليه؟ consist of more than one type of gases،
ايه هي بقى دي؟ اكسجين، تاني نيتروجين، كربون دايوكسيد، اند ووتر فابور. جازز اند ليكويد، هو ينفع الجاز يبقى مع الليكويد؟ اه، احنا بنشرب حاجه اسمها مياه غازيه. اسمها ايه؟ مياه غازيه. زي ايه؟ مين دي؟ اللي هي اسمها ايه؟ اسمها سودا ووتر. اسمها ايه؟ سودا ووتر. مياه غازيه عباره عن ايه المياه الغازيه دي؟ كربون دايوكسيد دايب مع مين؟ مع شوجر سوليوشن، مع ميه بسكر، محلول سكري. يبقى دي اسمها جاز اند ليكويد. جاز اند ايه؟ ليكويد. طب بعد كده هناخد حاجه اسمها بروبرتيز اوف ميكتشر. يا ترى ايه هي صفات الميكتشر؟ طب وازاي بعمل ميكتشرز؟ اول حاجه من بروبرتيز اوف ميكتشرز، من صفات المخاليط، اللي هي ايه؟ دونت جوين توجذر. عايز بس اتعلم على دي، دونت جوين ايه؟ توجذر. المخاليط ما بتختلطش ببعض، يعني ايه؟ كل حاجه لوحدها. بمعنى عندي مثلا الجرين سالاد، السلطه الخضراء، الجرين سالاد او فيجيتابل سالاد. الفيجيتابل سالاد دي هتلاقي مثلا التوميتو والكيوكامبر والكاروت، الطماطم والخيار والجزر، هما مع بعض بس محدش دخل على التاني، صح؟ يبقى دونت جوين توجذر. يبقى اول بروبرتيز من صفات الميكشر، دونت جوين توجذر. ها، دونت جوين توجذر اند كان سيبريت ايزلي، ممكن افصلها ايه؟ بسهوله، صح؟ بسهوله جدا. اتش كومبوننتس، كل مكون كيب اتس اون بروبرتيز، كل مكون ليه صفات ايه بتاعته. يعني التوميتو الكالر بتاعها ريد، الكيوكامبر الخيار جرين، كل واحد ليه اللون بتاعه. The components of mixture، المكونات can mixed by any ratio، ممكن اعملها باي نسبه. يعني ممكن اعمل الخيار كتير، الكيوكامبر كتير، والتوميتو حبه صغيرين، براحتي خالص. في سؤال جميل جدا جيف ريزون بيقول لك ايه؟ mixture of sand and iron، sand and iron feelings can be separate easily، يعني ممكن افصل الرمله والحديد، قطع الحديد عن بعض. Because components of mixture don't react together، يعني هما ما بيخشوا بعض. هتلاقي الحاجة الساند لوحده والايرون فيلينجز ايه؟ لوحده. يبقى لما يجي يقول لك can separate easily، ليه ممكن افصلها بسهولة؟ ده سؤال اهو، هتقول له ايه؟ Because components of mixture don't react ايه؟ together، ما بتخشش فين؟ في بعض. طب السؤال بقى اللي جاي بقى ده جميل جدا، الجزئية اللي جاية دي، بيقول لك methods of making mixture، اهو هعلم لك عليها دي، ميثودز اللي هي طرق، ميثودز اوف ميكنج ايه؟ ميكتشر. ازاي بعمل الميكتشرز؟ يا اما اعمل شيكنج، يا اما اعمل شيكنج ارج، يا اما ستيرنج اقلب، يا اما اعمل ايه؟ جريندنج. خلاص، شيكنج ستيرنج جريندنج، تاني كده قولها مع بعض. فزي ما قلنا بالظبط كده، السوليد اند ليكويد كان بي ميكسد. يعني لو عندي حاجه ايه؟ سوليد اند ليكويد، زي مثلا ايه؟ سولت اند ووتر. سولت ايه؟ اند ووتر اهي. ممكن اخلطهم ازاي؟ يا اما شيكنج ارجهم، يا اما اعمل ستيرنج اقلب. طب لو عندي عايز اعمل مثلا ستروبري عصير فراوله مع بنانا جوس، اعملهم ايه؟ شيكنج اور ستيرنج. طب لو عندي حاجه زي لو عندي مثلا عايز اعمل سوليد كان بي ميكسد باي شيكينج، الحاجات الناشفه مثلا زي ايه كده؟ مثلا زي سولت اند ايه؟ بيبر، اللي هو ايه؟ الملح والفلفل الاسود. ده بالايه؟ بالشيكينج. ده بالشيكينج او ايه؟ او جريندينج. خلاص، جريندينج. اوكي، طب يبقى كده دي اسمها ايه؟ الميثودز اوف ميكينج ميكشر. عندي كام ميثود؟ 3، شيكينج ستيرنج جريندينج. الشيكينج والستيرنج ينفعوا مع السوليد والليكويد، يعني سوليد اند ليكويد شيكينج وستيرنج، لكن سوليد اند سوليد جرايندنج بس. جرايندنج ايه بس؟ نكمل مع بعض. هاو وي كان سيبريت ذا ميكتشر، عايز افصل بقى، عايز افصل الميكتشر، افصل الحاجات عن بعض، اعمل كده ازاي؟ نبدا مع بعض. عندي ايه؟ عندي فور ميثودز سيبريشن اوف ميكتشر. بهو بعلم انا هنا دلوقتي سيبريشن اوف ايه؟ اوف ميكتشر. ازاي بفصل؟ نمبر 1، عندي حاجه اسمها ماجنتيك اتراكشن. لو عندي حبه ايرون حديد اند ساند، مثلا ايرون نيلز مسامير حديد وقعت مثلا في الرمله، عايز اعمل لهم ايه؟ سيبريت، عايز افصلهم، هستعمل ايه؟ ماجنتيك اتراكشن. ممتاز، يبقى ماجنتيك اتراكشن سوليد ميكتشر، الحاجات الناشفه كونتين ماجنتيك سابستنس، اللي فيها حاجات ايه؟ تنجذب للمغناطيس. طب امتى استعمل فلتريشن؟ امتى استعمل فلتريشن؟
لما يبقى عندي حاجات سوليد ماتيريال، حاجات ناشفه انسوليبل ان ووتر، ما بتدوبش في الميه. زي ايه بقى؟ زي ساند اند ووتر. ساند اند ووتر عايز افصلهم بس اعمل فلتريشن. عارف الفلتر اللي عندك في البيت؟ الفلتر اللي عندك في البيت ده الميه بتبقى داخله فيها ايه؟ فيها رمله وفيها تراب. الفلتر بيعمل ايه؟ بيحجز الحاجات دي. فكده فلتريشن بستعملها لما يكون عندي ايه؟ حاجات انسوليبل، حاجات ما بتدوبش زي الساند. طب ايفابوريشن بستعملها امتى؟ لما يكون عندي حاجات سوليبل، حاجات بتدوب، زي مثلا سولت اند ووتر، ملح وميه. عايز افصل الملح عن الميه، افصلهم ازاي؟ بالايفابوريشن. ابخر الميه يحصلها ايفابوريت ويتبقى مين؟ السولت. اخر حاجه عندي سبريتنج فانل اللي هو قمع الفصل. بستعمله امتى؟ بستعمله يكون عندي مواد زي الانسوليبل، حاجات ما بتدوبش، زي الاويل اند ووتر، الزيت والميه ما بيدوبوش مع بعض. تعالوا بقى كده مع بعض نبصوا كده عليهم. ده هنا نمبر 1. عندي ايه هنا؟ عندي ساند، عندي رمله، ماشي؟ هنا رمله، بص المنظر دوت عشان اقول لك عليها. دي كده رمله وفيها ايه؟ ايرون نيلز، مسامير. عايز افصلها، افصلها ازاي؟ هفصلها باستخدام الماجنتيك اتراكشن. ماجنتيك ايه؟ اتراكشن، هيعلمك عليها اهو. يبقى اي حاجه فيها ايرون او فيها ماجنتيك سبستنس، اي مخلوط ميكتشر فيه ماجنتيك سبستنس، فيه مواد مغناطيسيه، وعايز افصل المكونات عن بعض، هفصلها بالايه؟ ماجنتيك اتراكشن. ممتاز. طب بعد كده عندي ايه بقى؟ عندي ساند اند ايه؟ اند سولت. عندي بقى حاجات مثلا هنا، هنا بيقول لي فلتر بيبر، هستعمل فلتر بيبر. ادي فلتر بيبر اهو، هقول لك عليها اهي. بص الفلتر بيبر اهي، دي اسمها فلتر بيبر. فلتر بيبر دي عامله زي ورقه المنديل كده بالظبط. فانا عندي هنا ايه؟ عندي هنا في البتاع دوت في البيكر عندي ساند اند ووتر، عندي رمله وعندي مين؟ ميه. ساند اند ايه؟ ووتر. فبتعمل ايه؟ بتلاقي عندك ان الووتر بتنزل، الميه نزلت اهي. بص الميه نزلت، ومين ومين بقى اللي فضل فوق؟ ها، الساند. مين اللي فضل فوق؟ الساند. كده انا فصلت. يبقى لما يكون عندي ساند اند ووتر، حاجات ما بتدوبش، دونت ديسولف، انسوليبل، بستعمل ايه؟ فلتريشن. بستعمل ايه؟ فلتريشن. طب هنا بقى عندي سولت اند ووتر، عندي ملح وميه. بص اهو، سولت اند ووتر، ملح وايه؟ وميه. عايز اعملهم سيبريت. طب الملح ده سوليبل، بيدوب. السولت سوليبل، افصله ازاي؟ ايفابوريشن، ببخر، صح كده؟ ايفابوريشن. الووتر ايفابوريت، الميه تتبخر، ومين يفضل في القعر؟ اهو اهو بالظبط، ايه؟ السولت. تمام. اخر حاجه خالص عندي اللي هي بقول عليها، عايز افصل الاويل اند ووتر، اويل اند ايه؟ ووتر، الزيت والايه؟ والميه. افصلهم ازاي؟ في عندي حاجه اسمها سبريتنج فانل، هشاور لك عليها. دي اسمها سبريتنج ايه؟ فانل. هو قمع كده كبير. انت عندك الاويل اصفر فوق اهو، وتحت فيه الايه؟ الووتر، صح؟ فانت بتعمل ايه؟ بنفتح كده فالميه تنزل، واجي عند الزيت اروح جاي قافل على طول. كده انا فصلت، كده عملت سبريت. اسمه ايه الجهاز ده؟ سبريتنج فانل. بيجي زي السؤال في الامتحان، يجي يقول لك كده وي يوز دوت، بستعمل نقط تو سيبريت ووتر اند اويل. طالما قال لك ووتر اند اويل، هتقول له مين؟ سيبريتنج فانل. سيبريتنج مين؟ فانل. تمام كده احنا بقى خلصنا الدرس الميكتشر، وان شاء الله المره الجايه نخش في السوليوشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.